الزلمة بيقبل إنه زوجته تكون مدمرة عم تبكي؟ بيقبل الرجال مرته تكون مدمرة عم تبكي؟ مدمرة عم تبكي؟ مش أكيد، لا ما ضروري يدمرها حياتها هو بس. إذا بيكتشف الرجل شي نهار إنه مرته مدمرة، مدمرة معناتها في شي غلط، يا منه يا منه، ما في شي بيتدمر هيك. بحاول يصلح؟ هلا الأصول يصلح، وإذا صلح شو بيكون؟ بكون زلمة، بكون زلمة. كن زلمة. يعني الزلم ما بيقبل يكون مع مرأة مدمرة، صح؟ شو أكيد عقد كلامك؟ شو أكيد عقد كلامي. أسماء، المرأة تحكي، أسماء اللي كان عندها أحلام قبل ما تتجوز، صح، أسماء يلي وصلت على حياة زوجية ومسؤوليات الزواج دمروها. هلا هن ما دمروها، هلا انت بنظرك انه دمروها، بس انه ما دمروها. هي من الاساس انه بتعرف انه في الانسان اذا بده يتجوز في مسؤوليه. بدك تسمع شو قالت او ما بدك تسمع؟ بلى. شو اللي بيضمن؟ شو اللي بيضمن لي انا؟ نعم. وبيضمن له اول شيء انك ما تتعرض له لما توصل على البيت. انا زين بقول لك كلمه كلمه، انتهى الحديث. بقول لك بدي ضربه، بقول لك بدي ضربه، ما بدي ضربه، ما بدي ضربه. قد كلمتك؟ بقول لك الزلمه بيحكي كلمه، نقعد نحكي 100 كلمه يعني. لزوجك شو بتقولي له؟ لزوجي شو بقول له؟ بقول له يا ريت يصير احسن من هيك، انا بحبه بس هو يغير نتفه من طباعه وبتتغير الحياه كلياتها. طيب ما خبر مزبوط، انا طبعي هيك، كل انسان عنده طبع، كل انسان الله خلقه عارف، انا هيك عادي. بتقبل تسمع مرتك عم بتقول هيك؟ بتقبل تسمع مرتك عم تبكي مدمرة، عم تستنجد انه جوزها يتغير لانه بتحبه؟ لا ما بقبل. شو بدك توعدها هلا؟ بقول لها هلا مرتي أسماء، بس خطر على بالي سؤال. تفضل. سؤال، اليوم كل العالم بلبنان وبرات لبنان وبالعالم العربي وبكل العالم حضروا أسماء، هذا الشيء بخوفك؟ لا ليش؟ لا لا ما بيخوفني، ما انا معي، هي ما بيخوفني شيء ابدا لانه هي معي. بدي يوعدك وعد، بس مش انا اللي بدي اقول شو بدي يوعدك، هو رح يوعدك قدام الكل. ليك عثمان، العالم كله عم تحضرك وانت رجال، أكيد. يا بتكون قد كلمتك وبتوعدها، يا بفضل ما توعدها وتركها مرأة مدمرة وانت حر. أنا بوعدك يا قلبي إن شاء الله ردنا تغير إن شاء الله. ليش بدها تصدق؟ ليش هي بدها تصدق؟ ليش اليوم هي بدها تصدق؟ وليش اليوم لأنه هي المشاهدين رح يصدقوا؟ أنا أعلق ليش؟ ليش بده يصدقوا؟ ليش بده يقولوا هذا الزلمة يلي بيضربها صار له 3 سنين ليش هلا فرد مرة هيك غير رأيه؟ هي بتعرف عقلي هيك، إذا أنا قلت لها شغلة بوعدك بعملها بعملها، ما أوعدك معناتها بنعملها، بنعملها أبداً أبداً يعني. شو بتقولي؟ هلا هو ما بيقول مزبوط، ما بيقول شيء، انه اذا قال شيء ما بده يعمله ما بيعمله بالعاده، اذا ما بده يعمل شيء ما بيقول. لا ما بقول، خلص ما بدي ما بدي. عم بتقول وعد؟ وعد شو اكيد وعد قدام الكل، قدام الكل، قدام الكل، صارت بحمايتنا وصارت بحمايه الراي العام.
هي بحمايتي لالي، ما انا بحمايه حدا، بحمايه الراي العام. على راسي راي العام كله، بس هي بحمايتي لالي انا. يعني بس راي العام، يعني اليوم اي شيء بتعرض له العالم كله صار سمعك وبيعرف قصتك، وانت بدك تحميه. عم بتقول شو؟ اكيد انا بحميه. عندك ثقه انه راح يحاول بيغير عصبيته وبعدين بتغير طبعه؟ تقبلوا انه نساعدكم؟ تقبلوا انه يكون في اختصاصيين يساعدوكم؟ كيف يخلي الانسان يتعاطى مع عصبيته؟ كيف يقدر؟ ليش؟ ما بحب. شو ما بتحب؟ مرتي قلت لي هذا الشيء. تعال نرد حالنا على طبيب نفسي، عادي هذا الشيء ما نوع عيب ابدا. يعني الواحد صراحة طبيب نفسي ما يعني هو مجنون. ما خص ابدا. اكيد لا. لأنه مثل ما الصحة بدها دكتور، الكمان النفسية بدها دكتور، بس هو لا ما قبل. مرتي قلت لي هذا الشيء. بنحاول؟ ماشي. بتحاول مرة؟ بحاول. وعد. شو أكيد وعد، عم أقول لك بحاول بحاول، بقول لك لا لا. وعد. وعد. انا شغله بقول عنا لا لا ما ضروري. خلينا نجرب، خلينا نسمع. اليوم كل واحد بيتعلم كيف يقدر يتغلب على عصبيته. صح، مع انه مرتي ريك من زمان مرتي بتقول لي مشي عند حكيم نفسي. اليوم اقتنعت؟ اقتنعت. بدك تروح؟ ليش تروح اليوم؟ الضغوط اللي عم نقطع فيها، الوضع الصعب، وضع الاقتصاد الصعب، هو لك البلد يلي مش طبيعي، عم بخلينا كلنا نكون ناس عصبيين كتير كتير. ويمكن يمكن نحن هلا بهالمرحله بامس الحاجه ننقذ بعضنا. ننقذ بعضنا صح يا عثمان. بس فكر بالشغله، بس فكر قدام الكل. نعم. قدام كل الناس فكر بشغله. لو زوجتك درست بيوشيمي وخلصت الجامعه وكان عندها وظيفه، لانه اهين يحصل تحصل على وظيفه، وساعدت زوجها بهيدا الوضع، كيف كانت تغيرت حياتكم اليوم؟ ما تجاوبني بس سؤال، كيف كانت تغيرت حياتكم اليوم اذا فعلا كانت شريكه فعلا، ويكون بهيك اوضاع صعبه الزواج والشراكة بالزواج هي الأساس، كيف كانت ممكن؟ ما بدي جواب. كيف كانت ممكن تتغير حياتكم أنت وياها؟ إذا هي كانت أخذت شهادتها، كيف كانت تغيرت هالحياة؟ بترك الجواب إلك، ما بدي أسمعه. خلينا نعمل أول خطوة اليوم، أول خطوة الوعد، وتاني خطوة أن يكون في ناس عم بتساعدنا كلنا كيف نضبط، كيف نضبط عصبيتنا بهيك أوضاع صعبة. لربما بفاجئنا عثمان بعد فترة وبوصل هو زوجته على الجامعة كرمال تكفى، قد تكون المفاجأة المدوية الكبرى يلي ربما عثمان إذا ما اقتنع فيها يقدر يفاجئ أسماء أول شيء ويفاجئ الناس. ليش عم بتدمعي؟ لتحضر كل برامج الـ LBCI زور موقعنا على www.lbcgroup.tv.